Category under 16 boys. كريس جرجورة. إذا مع المشترك الأول بفئة الأندر 16 للشباب. كريس جرجورة. كريس هو المشترك الأول بهذه الفئة عمره 14 سنة كريس مواليد 2006. كريس عم يطلع التشالنج تبعوله. رفع اتجاه رانك باسنج سيركل عم يتقطع بنجاح. إذا سجل أربعة ويلي أب من بعدها. يروح باتجاه مرحلة الكونز وينتقل من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت. كريس بضيع المحاولة لكن بيتابع متى تسلل يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله لينهي وينطلق من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت. بضيع كمان المحاولة دائما تنسل يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله لينهي وقفه ب 40.52 ثانية. إلي حشوشي إلي فإذا هو المشترك الثاني بهذه الفئة مواليد 2005 إلي حشوشي. إلي عم يطلع بالتشالنج تبعوله خط مرحلة الرانك باسنج سيركل اللي راح باتجاه البايو وإلي من بعدها باتجاه مرحلة الكاستانيا 2 بوينت شوت. ياخذ هو التسديد عم يضيع المحاولة لكن عم يتابع مثل تسلل يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يقدر يعمله اللي راح من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت. اللي يحشوشي ب 34.54 ثانية. ناريغ أرسلانيان. ناريغ هو المشترك الثالث بهذه الفئة مواليد 2005 كمان ناريغ. ناريغ عم يطلق التشالنج تبعوله وعم يروح باتجاه رانك باسنج سيركل بالخطا من الأتمت الأول. بضيع البايو اللي اب لكن عم يتابع بالمرحلة الحية ولا التاني اللي بالأتمت الثاني يعني بيقدر يسجل. ناريغ نروح باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت. ناريغ ناريغ على مرحلتين بيقدر يسجل يروح من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت. ناريغ تابع من تحت السله يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله بينهي وقته ب 39.55 ثانية. جي أتاميان. جي هو المشترك الرابع بعد الفئة من أصل 12 مشترك. بعد في يعني 8 مشتركين بعد جي. جي عم بيروح باتجاه رانك باسنج سيركل بالخطا من الأتمت الأول. بياخذ تسديدة معوض أو عفوا البايو أويلي بعد لهلا ما حدا يسجل ولا نقطة بهيدي الفئة الأندر 16 بويز. إذا فينا نشوف الترتيب العام كارين جي بيسجل تسديد كاستانيا الثنائية بيروح من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت. إذا ما حسجل على حسب ثلاث ثواني إضافية بضيع المحاولة. جي بيضيع المحاولة لكن عم يتابع تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله لأنه وقت ب 34.36 ثانية. سجل نقطتين بصير رصيده 32.36 ثانية. كارل خوري. إذا فينا نشوف ترتيب العام كارين المركز الأول بفئة الأندر 16 هو لاسكوادرا سبورتيفا مع آدم بوحمدان ب 23.73 ثانية. المركز الثاني للنادي الرياضي بيروت مع محمد لقيس ب 24.82 ثانية. طبعا حيث رانيك باسنج سيركل يروح باتجاه البايو ويلاي طلع بيضيع لاعب اللاعب كارل خوري. كارل ياخذ تسديد كاستانيا الثنائية بيضيع المحاولة تابع من تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله. بيوصل لتسديد معوض الثلاثي كمان عم يضيعها.
37.88 ثانية. جاران جابوتشيان. جاران. جاران متخطى مرحلة أرونيك باسنج سيرج ويروح باتجاه البايو ويلياب. جاران. بياخذ تسليك الثانية الثنائية. سجل المحاولة. من بعد ارتجاع المعوض 3 بوينت شوت. ضيع المحاولة. تمام من تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله لينهي وقته. ثانية سجل نقطتين بصير رصيده 27.47 ثانية. ساركيس أفراميان. ساركيس أفراميان. عملوا معروفة بليز اللي على البنش ركزوا معي لأنه عم بقول الاسم ساركيس أفراميان. بيلعب باتجاه البايو أويلياب بيقدر يسجلها بنجاية. ساركيس ياخذ تسديد كالسانيا الثنائية بسجل المحاولة. إذا ماني غلطان دخل بالترتيب العام جارين بس ما بعرف قديش مركزه. أو هون بسجل كمان هون اللاعب ساركيس عم بسجل 5 نقاط بعد تشالنج. 30.60 ثانية سجل 5 نقاط بصير رصيده 25.60 ثانية. ميناس بلتيكيان. إذا فينا نشوف ترتيب العام كارين قبل ما يوصل ميناس يعني بعده المركز الأول ومركز الثاني مخصومين بين النادي الرياضي وسكوادرا سبورتيفا. فرقت معه على 10 من الثاني لكن صار بالمركز الرابع صار المركز الخامس خامس. المركز الخامس بإذن لساركيس أفراميان بالترتيب العام. بين التوب 5 ضيع تسديدة ميناس ضيع تسديدة كاستانيا بروح باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بضيع المحاولة لكن عم بتابع تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم بيعمله بينهي وقته ب 33.56 ثانية. هرانت لوساريان هرانت لوساريان هرانت عم يطلق بتشالنج تبعو له تخطى مرحلة ارونيك باسنج سيركل. هرانت بيروح باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت بيسجل المحاولة بيحسب نقطة الثانيتين بياخذ تسديدة معوض الثلاثية بضيع المحاولة بضيع المحاولة على مرحلتين الثالثة كمان بيقدر يسجل الثالثة بيقدر سبتة 41.4 ثواني سجل نقطتين بصير رصيده 39.4 ثواني. جوزيف رزق إذا هو المشترك ال 10 بهيدا الفئة. بس بعد عم بيطلب التشالنج تبعوله بيروح باتجاه مرحلة ارونيك باسنج سيركل ثاني ما بيقدر يتخطاها ثالث سيفتي بيروح باتجاه البايو اوليوب ياخذ تسديدة كاستانيا الثنائية بيضيع المحاولة لكن عم يتابع تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله بيروح من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت ضيع المحاولة لكن عم يتابع تحت السلة يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله ليبني وقته ب 33.90 ثانية باسكال بوياجيان
قاعد بروح باتجاه البايو واللي اب عم ضيع المحاولة. باسكال بيروح باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت بيضيع المحاولة اللي كان عم يتابع متعصر يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله. بيروح من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بيتابع بيلتقط له حسب ريموت بيتابع متعصر يقدر يسجل هذا الشيء اللي عم يعمله لينهي وقته ب 42.33 فيني. المشترك الأخير بهيدي الفئة رالهايل تشولجيان. فده المشترك الأخير بهيدي الفئة هو رالهايل المركز لمصلحة اللاعب سركيس أفراميان ب 25.60 ثانية، المركز الثاني لجران جابو داديان ب 27.47 ثانية. بتابع لينطلق من بعدها باتجاه الكونز. بياخذ تسديد كاستانيا الثنائية بضيع المحاولة. بتابع لتسلع لعدة محاولات ليقدر يسجل وينطلق من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت. بدها تزيد الثلاثية بضيع المحاولة. لأني وقته ب 41.52 ثانية. المركز الأول بفئة الأندر 16 لشباب بيروح لا سركيس أفراميان ب 25.60 ثانية. المركز الثاني لجارين جابو داكيا ب 27.47 ثانية. إذا مركز أول لسركيس، مركز ثاني لجارين.